علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تكلمنا في درسنا الماضي عن جلاء يهودي بني قينقاع، وقلنا أن كان الجلاء بسبب مكرهم وعنادهم وتحديهم للمسلمين، حتى وصل الأمر إلى انتهاك حرمات المسلمين والاعتداء على أعراضهم كما بينا. ثم جاء دور يهودي بني النضير، لأن اليهود كما تعلمون ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. في السنة الرابعة للهجرة وبعد غزوة أحد، تنمر يهود بني النضير وتمردوا وتوهموا أن انتصار قريش في معركة أحد وحجب النصر عن المسلمين هو بداية انهيار المسلمين وضعف شوكتهم، وأنهم لم يعودوا قادرين على أن يصمدوا أمام قريش وأمام غيرهم من الأعداء. فبدأوا التحرك، وكانوا عاقدين مع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة، ومن بنود هذه المعاهدة ألا يقوموا بمناصرة أعداء المسلمين، وألا يساعدوهم بأي طرق من طرق المساعدة، وفي نفس الوقت المسلمون يحترمونهم ويتركون لهم الحرية في تجارتهم وأعمالهم وزراعتهم، أي القيام بقوس، والقيام أيضا بطقوس دينهم، وهم أمة كما جاء في وثيقة المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يتعاونوا مع المسلمين وأن يكونوا مشاركين لهم في حماية المدينة من أعدائها. لكن هؤلاء القوم خبثاء، والغدر طبيعة فيهم، فبدأوا يجمعون الأسلحة ويحشدونها في حصونهم. لم يكتفوا بذلك فقط، بل أرسلوا إلى قريش يستحثونهم على معاودة الكرة من جديد بعد انتصارهم في أحد، وأيضا زودوهم بمواضع للمسلمين، مواضع الضعف، لأن من أساليب الحرب أن يبحث المهاجم على مواقع الضعف لدى الخصم حتى يستغلها في التسلل وفي أن يضرب خصمه منها. إذن هذا غدر وهذا خروج عن حدود المعاهدة التي عقدت معهم، وأصبحت حرب سافرة. أكثر من ذلك،
كان زعيمه كعب بن الأشرف بعد بدر ذهب إلى قريش وزار البيوت كل قطرة قتل المشركين في بدر، يعزيهم ويواسيهم ويقوي عزائمهم، وبقي فترة في مكة وهو يحث المشركين على أن يستعدوا لمقاتلة محمد مرة أخرى، وأن اليهود في المدينة مستعدون لمساعدتهم ومعاونتهم والوقوف معهم. بل وصلت به الوقاحة، وكان شاعرا، أنه شبب في زوجة العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسلمة نقية عفيفة. يعني وهذا كل الاستهزاء بالمسلمين والنكاية فيهم وإثارتهم بالأمور السخيفة. فإذا يعني بنو النضير يعني أصبحت منه، وأيضا أصبح أعلانه، والمسلمون ليسوا غافلين، عندهم عيون وعندهم مخابرات وكانوا يتتبعون خطواتهم، عيونهم كانت متفتحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالصبر وبالليل، وكان بقدر الإمكان يتفادى التصادم معهم. كان من بنود الاتفاقية معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاونوا النبي صلى الله عليه وسلم في دية القتلى، قتل الخطأ، والدية ثقيلة 100 ناقة، وليس للمسلمين تلك الثروة حتى يستطيعوا أن يوفوا بكل الديات لقتل الخطأ. فذهب بناء على المعاهدة، ذهب إليه مع بعض صحابتهم في أماكن سكنهم، وطلب منهم أن يساعدوه في دفع دية قتيلين قتلا خطأ. تظاهروا بالترحيب وبالبشاشة واستعدادهم لمساعدته في دفع الديتين، وفرشوا له فراشا في ظل تحت جدار بيت من بيوتهم، وأبدوا كل الترحيب وكل المظاهر للنفاق. ثم استأذنوا بأن يذهبوا بأن يحضروا له الديتين وأن يقوموا بواجب الضيافة. فخلع بعضهم إلى بعض وتشاوروا، وأجمع رأيهم على أن هذه فرصة لن تعوض لإنهاء الوجود الإسلامي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا جاء برجليه إلى حينا، والنفر الذين معه كانوا قليلين، فقالوا إذن نقضي عليه بهذه المناسبة. كيف تكون الهد؟ قالوا نأخذ حجارة ثقيلة أو رحاء ثقيلة الوزن، نصعد بها إلى سطح البيت، ونكلف أحدنا طبعا بأن يطل على الجالسين ويرمي هذه الرحى على رأس محمد لتكون هي القاضية عليه. أصبحت المسألة تطورت، ليس مجرد جمع سلاح، لا، أيضا اغتيال وقتل. أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم بهذا الكيد، فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا، وتبعه صحابته الذين كانوا مرافقين له. هم يؤمنون كل الإيمان بأنه رسول مبعث من عند الله وأنه يوحى إليه، لا شك عندهم ذلك، أن يرون ذلك في التوراة بشرت به وذكرت صفاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعرفون ذلك. فوقف حيث بيس وتوقعوا الخطر، يعني سعوا إلى قبرهم بأيديهم كما يقال. ونزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في المائدة بالنسبة لبني قنيطرة ذكرناها في الدرس الماضي، نزل في حقها قوله تعالى: كل المؤمنين كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونها رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه في حق بني قينقاع، وهذه آية المائدة في حق بني النضير: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني بالأذى، فكف أيديهم عنكم بالوحي. إذن كما يقال طفح الكيل ووصل سيل الزباء، ليس هناك مجال للصبر ولا للمهاجمة بعد المؤامرة بالاغتيال والقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجاله بأن يذهبوا إليهم في أماكنهم ويقوموا بحصارهم، وأعطاهم مدة 3 أيام يجهزون أنفسهم على أن يتركوا المدينة ويخرجوا منها. فانتهز الفرصة عبد الله بن سلول وهو رأس المنافقين، فبعث إليهم إلى بني قريظة، وكان الخطاب يقول للزعيم، وزعيمهم بذلك الوقت حيي ابن أخطب، يقول لهم: اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا، إن خرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، إن معي من العرب ومن قومي 2000، وهؤلاء مستعدون لأن يدخلوا معكم في حصونكم وأن يقاتلوا ولو ماتوا جميعا قبل أن يصل محمد وأتباعه إليكم. هو هذا طبعا كذب وافتراء، وسجلها القرآن الكريم في الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. الله سبحانه والله يشهد أنهم لكاذبون. فاختر زعيم بني النضير حيي بن الأخطب بهذا الكلام المعسول لعبد الله بن أبي، واعتقدهم بأن سينصره، وأن هذا أمر الرجل جاي في عزمه وفي كلامه. فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحداه وقال: لن نريم دارنا، لن نترك ولن نبرح دارنا، وافعل ما شئت. واستمر الحصار لمدة 15 ليلة، وكان ابن حيي ينتظر المدد الذي وعده به ابن سلول
لا ألفين ولا ألف ولا واحد. فعلم أنه مجرد افتراء وكذب، وقذف الله في قلوبهم الرعب، ولم يكن لهم بد إلا أن يستسلموا. نعم، إذا كان هم مثلا مجموعة ممكن 300 أو 1000 مهما جمعوا من المؤونة ومن الماء فلها وقت وتنفذ. فإذا وصلت بهم الضائقة إلى أن بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستعدون للجلاء، والتمسوا منه أن يؤمنهم بأن يخبروا في أمر سليم، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. تخرجون ودماؤكم محفوظة ومأمونة، وأيضا تخرجون حتى مع أموالكم وأمتعتكم إلا الحلقة. الحلقة هي الدروع والسلاح، طبعا هذا السلاح يقاتل به. ففرحوا بذلك وقالوا، جمعوا متاعهم، وكانت الإبل اللي تحمل المتاع 600، عدد كبير جدا، وأخذوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة، وخرجوا من المدينة حتى يكون المظهر في شيء من رد الاعتبار على أنهم مفضوحين وعليهم الخزي واللعنة. فأرادوا أن يخرجوا بالطبول والمزامير والقيام تعزف خلفهم خوفا من أن المسلمين يشمتون بهم، وتوجهوا بعضهم توجه إلى خيبر وهي في الجزيرة العربية، وبعضهم توجه إلى بلاد الشام في أذرعات، وقيل أيضا حتى لأريحة. أريحة هو من جزء من الأرض المحتلة الفلسطينية، وبذلك تخلص المسلمون منهم، وهم الذين سعوا بأرجلهم إلى قبورهم إلى هذا المآب. وصلت بهم الوقاحة والجرأة إلى أن تآمروا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك انتهاء الدولة الإسلامية أصلا. وأنزل الله تعالى فيهم سورة كاملة وهي سورة الحشر، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير، لأن هي كلها في تفصيلات هذه الحادثة. وأيضا عندما تأبوا بعد انتهت المدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق نخيلهم، وهما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، هذه معنى اللينة هي الدخلة، حتى يأسوا ولا يكون لهم أمن، لأن كانت النخل مصدر القوت وهو التمر للعرب جميعا. فهكذا كان تخلص المسلمين والمدينة من رجس يهود بني النضير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نأتي إلى المجموعة الأخيرة وهي يهود بني قريظة. قبل أن نعرف الظروف التي أدت إلى إنهائهم، نذكر أن
مجموعة بني قريظة الذين ذهبوا إلى خيبر، وخيبر في الجزيرة العربية بعيد عن المدينة لكن في بلاد العرب. طبعا خرج اليهود بأموال كثيرة بذهبهم وفضتهم وأمتعتهم، فخرجوا وطبعا هم ملوكهم ممتلئة بالحقد على المسلمين وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة يعني خرجوهم في فضيحة ولعنة، خرجوهم من ديارهم يعني بلادهم اللي ولدوا فيها وتربوا فيها وتوارثوها عن أجدادهم، فلابد وعندهم المال أن يفعل شيئا لكي ينتقل. فحيي بن أخطب هذا الزعيم اتصل بقبيلة غفان، وهذه غفان كانت قبيلة كبيرة ولها نفوذ على بعض القبائل الأخرى الصغيرة، وهؤلاء ليسوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم طماعون يجرون وراء المادة. فاتصل بهم وقال لو جمعتم لنا 6000 مقاتل منكم ومن القبائل التي تتبعكم سنعطيكم إنتاج تمور خيبر لسنة. وخيبر كانت مشهورة بكثرة نخيلها وجودة تمورها، فهذا أغرب غطفان صفقة على أساس أن تجندوا 6000 مقاتل وفي مقابل أن لكم كل إنتاج خيبر من النخيل من تمورها لسنة كاملة، واتفقوا على ذلك. وبدأ غطفان حتى لا يريدون أن تمر منهم هذه الصفقة الكبيرة، وجمعوا 6000. واتصل أيضا حيي بن أخطب بقريش وطلب منهم أن يجمعوا 4000 مقاتل منهم من القبائل التي تتبعهم، لأن قريش كانت سمعة بين القبائل وبعض القبائل تحترمها وتنضم إليها عندما تدعى إلى قتال. إذن تجمع 10000 مقاتل وجاءوا إلى المدينة ويسمى غزوة الأحزاب، وحاصروا المدينة حصارا شديدا 10000، والمسلمون كانوا قلة، ويعني كانت ضايقة وبلاء حل بالمسلمين وخوف ورعب، صور إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، القلب انخلع لكثرة الخوف وشدة البلاء كأنه انخلع وتحول إلى وصل إلى الحناجر. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وصف الأبلغ يعني كانت محنة شديدة جدا على المسلمين وحصار خانق. من تدبير حيي بن أخطب أيضا اتصل بإخوانه يهود بني قريظة، والاتصال يكون بالزعيم لأن الآخرون كانوا يتبعون زعيمهم، وقال هذه فرصة لا تفوتنا نحن المسلمين نحن اليهود، وهو القضاء على المسلمين والقضاء على محمد، وفرصتك أن تنضم إلى جيوش الأحزاب وتتعاون معهم
وتشاركهم في القتال. المسألة عويصة جدا، خطر داهم، المسلمون في ضائقة وفي محنة من الأحزاب. ثم ينضم إليهم بنو قريظة فيكون بين كماشتين، الأحزاب من جهة وبنو قريظة من جهة، واتصل زعيم بنو قريظة بجيوش الأحزاب واتفق معهم، قال أنا معكم وشارككم في القتال، وفرحوا بذلك، فزاد شجعهم انضمام بنو قريظة إلى الأحزاب، شجعهم على أن يضغطوا أكثر في الحصار، فزادوا في حصارهم، زادوا المسلمين خنقا وحصارا، بل أصبح بنو قريظة يتعاملون بالفعل، بعثوا 20 بعيرا، ملأ بالتمور وبالشعير وبالتبن لجيوش الأحزاب للمؤونة ولكي يشجعهم ذلك على البقاء. وصلت الشائعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين بني قريظة أيضا معاهدة السلام، وأن لا يعتدي أحدهم على الآخر، وأن لا يكونوا مع ذلك المسلمين، لكنه لا يريد أن يفتح جبهة، لأن المسلمون في محنة شديدة، والحساب من جهة، ثم يكون العبء الآخر بني قريظة، فأراد أن يتثبت. هل غدروا وفكوا ارتباطهم بالمعاهدة وخانوا، أو لا يزالون على عهدهم؟ فبعث الصحابي الجليل الزبير بن العوام ليستطع أمرهم، فذهب إليهم بخفاء طبعا، وجاء ببعض المعلومات للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المعلومات التي تحصل عليها وتثبت منها أنهم يصلحون حصونهم ويرممونها. ثانيا أصبحوا يدربون الطرق إلى المدينة. معنى يدربون؟ معنى يتعهدونها ويزيلون العوائق. طبعا هذا تهيئة للانطلاق، يعني لابد أن الجي قبل أن يتقدم أن يطهر الطريق وتكون مسموحة له، حتى لا عندما تحين ساعة الصفر ينطلقون وينقضون على خصمهم بدون عوائق تحجزهم أو تعوقهم أو تؤخر اندفاعهم. أيضا من المعلومات التي جمع أنهم بدأوا يجمعون شياههم وأنعامهم. إذن هذه استعدادات تحارب، أولا يجمعونها لتكون مؤونة لهم في أثناء القتال ولجنودهم، ويجمعونها حتى لا تكون غنيمة للمسلمين، لو تركوها في المراعي يستولي عليها المسلمون. حتى المسلمون والحمد لله تمكنوا من 20 بعيرا الذين بعثوها للأحزاب، تمكنوا من القبض عليها ومصادرتها وغنيمتها الحمد لله. المعلومات التي جاء بها زبير بن عوام رضي الله عنه فيها معلومات طيبة، ولكن فيها استعداد للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون على ثقة وأن تكون المعلومات دقيقة جدا بأنهم غدروا فعلا. فبعث 4 من أجلاء الصحابة، لا أذكر الآن أسماءهم، وطلب منهم أن يذهبوا إلى بني قريظة بصفة خفية،
وينظروا في أحوالهم. إذا وجدوهم وتأكدوا مع أنهم قد غدروا وخانوا وخالفوا المعاهدة، فعندما يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فالحنوا لي لحنا، يعني لا يكون الكلام بصراحة، الحنوا لحنا يعني كما نقول بالتعبير العالي الشفرة، كلام أفهمه أنا لكن لا يفهمه الناس الآخر. لماذا؟ لأن المسلمين في بلاء، وعندما يعلمون بأن بني قريظة قد غدروا وخانوا سينهارون وتهبط معنوياتهم، وهذا يفوت في أعضادهم، هم في البلاء ويزدادون بلاء. ولهذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظرهم قال إذا رأيتم أنهم غدروا أشيروا إلي بكلام أفهمه أنا لكن لا يفهمه الناس الآخرين، وإن كانوا على وفاء ولم يغدروا اجهروا، لأن هذا يطمن المسلمين أكثر. فذهب الأربعة وتخصوا الحقائق وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أوصاهم، قالوا عضل وقارة، إشارة شفرة، عضل وقارة ما نعلم، هذا اسمان لقبيلتين من هذيل قد غدر بالمسلمين في حادثة تسمى حادثة ذات الرجيع، معروفة القبيلتان معروفتان بالغدر. طبعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة وصلت وأن بني قريظة قد غدروا وخانوا وخالفوا المعاهدة. أخفى ذلك الأعداء، أمر الصحابة الأربعة أن يشهد هذا الكلام حتى يفوت في أعضاد المسلمين وتنهار معنوياتهم، لكن لابد من عمل سريع، مشكلة كبيرة، خطر داهم، الأحزاب من جهة وبنو قريظة من جهة أخرى، يكون يعني بين كباشتين وبين حصارين. فتصرف صلى الله عليه وسلم بحكمة، وكذلك في كل تصرفاته، فبعث أحد أصحابه سلمة ابن أسلم بمئتي رجل، وبعث زيد بن حارثة بثلاثمائة رجل إلى المدينة، لأن الأحزاب كانت في ضاحية من المدينة، وأمرهم بحراسة المدينة وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير حتى يبلغ التكبير مسامع بني قريظة، وهي خطة ترهب بني قريظة وتضطرهم إلى مراجعة حساباتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطن لغدرهم وأنه مستعد وأنهم غير مستعدين أن يدخلوا المدينة وفيها 500 مقاتل. وبعد ذلك والحمد لله الله سبحانه وتعالى سخر ريحا وبردا شديدين على الأحزاب، قالوا هذه الريح حتى أنا يعني قلعت أوتاد الخيام، أصبحت الخيام تنهد عليهم، وأكفأت القدور، قلبت القدور، أصبحت حياتهم لا تطاق، لأن أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، بعث الله الملائكة لتزلزلهم
وتلقي فيهم الرعب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فجمعوا جموعهم ولم يجدوا مفرا من الفرار وأنقاذ جلودهم من هذا البلاء الذي أصابه الله عليهم، بلاء الطبيعة، الرياح الشديدة والبرد. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، نزلت هذا فيهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استراح وعلم بأن الأحزاب قد ولوا مدبرين، لابد من موقف حاسم من بني قريظة. أصبحت الأمر واضح جدا، خيانة، حرب ومشاركة فعلية مع العدو المحارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث جنودهم ليحاصروهم بحصونهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقذف الله في قلوبهم الرعب، وأيضا هنأ وبشر جنوده الذين ذهبوا بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم بأن جبريل سيزلزل حصونهم ويلقي في قلوبهم الرعب. الله معنا. فألقى الله في قلوبهم الرعب وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني كما زلزل المسلمون ارتد عليهم هذا الزلزال واستسلموا وقالوا وعرفوا جريمتهم، قالوا نريد أن يحكم بيننا سعد بن معاذ الصحابي الجليل وهو من الأنصار من الأوس. لماذا؟ كان بنو قريظة حلفاء للأوس، وسعد هذا الأوس، فجيء به محمولا لأنه أصيب بسهم في عضده في الأحزاب، في حصار الأحزاب. صارت بعض المناوشات لم تصل إلى درجة القتال، المناوشات منها بعض الأسهم، أصيب سعد بسهم في عضده، فجاء محمولا لأنه مريض. وكانوا يتوقعون أنه حليف لهم وصديق قديم، أنه سيرأف بهم في حكمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حكمت أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتوزع أموالهم على المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، هذا حكم الله. كان الذين قتلوا 400 جمعوا في خنادق وقتلوا، بعضهم جمع قليل لم يقتل لأنه ثبت أنهم لم يغدروا ووقفوا ضد قومهم، وإسلام عدل فلم يؤذهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أسلموا وحسن إسلامهم. أما الرجال ف400 قتلوا جميعا، وسبيت النساء وسبي الذراري أطفال. وهذا قول الله تعالى وكف الله من القتال، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. من الذين ظاهروهم؟ بعضهم من عاونوهم وساعدوهم وانضموا إليهم. وأنزل الذين ظاهروهم أي ظاهروا جيوش الأحزاب وأعانوهم ووقفوا بجنبهم بل شاركوهم أيضا،
من أهل الكتاب أي من اليهود، لأنهم أهل الكتاب وهم بنو قريظة، من صياصهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون اللي هم 400 الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذراري الصبي، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. هذه نزلت في قصة القضاء على بني قريظة، وبذلك تكون المدينة المنورة قد تطهرت من رشة هؤلاء القوم وتخلصت منهم، ومع ذلك لم يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين كانوا سبب في كل ما أصيبوا به من الجلاء ومن القتل. وذكرنا ذلك لأن المفسرين فسروا الخزي الذي أصابهم في الدنيا بالأحداث الثلاثة، غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فأحبنا أن نعطي فكرة وتفصيلا كيف جلى هؤلاء وكيف قتلوا بمناسبة الخزي الذي ذاقوه في الحياة الدنيا، لأن أكثر المفسرين قالوا هذا الخزي في الحياة الدنيا هو ما أصيبوا به من الجلاء ومن القتل ومن سب الدراري والنساء. ولذلك نحن ما أجمله المفسرون أردنا أن نفصله أولا زيادة في الفائدة ومعرفة بالظروف التي خلصت المدينة المنورة من رش هؤلاء القوم. إذن فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولا شك أنه خزي عظيم، لأن الخزي هو الذلة والمهانة المصحوبة بالفضيحة وبالعيب والعار والشنار. وفعلا أن خرجوا مهانين أذلاء، وأيضا مع الفضيحة ومع المهانة التي ارتكبوها، لأنهم يعني خرجوا بالغدر وبالخيانة وحتى العرب كانوا يحترمون المعاهدات ويحترمون الكلمة، فهؤلاء خرجوا عن التقاليد وعن القوانين وعن العروف وعن ذلك. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا ليس العقاب الذي تلقوه في الدنيا كفارة لهم وانتهى الأمر، لا، هذا جزء من العقاب، مقدمة للعقاب، لأن فعلهم كان فظيعا وشنيعا، ومؤامرة واغتيالات والمحاربة مع الأعداء، وهم يستحقون كل ذلك، أنهم تلقوا العقاب في الدنيا، لكن هناك عقاب أشد ينتظرهم يوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يوم القيامة معروف يوم الآخرة، وهو يوم طويل، يومه كما تعدون ألف سنة في يومنا من أيام الدنيا، ويردون. ما معنى يردون؟ الرد له معنيان، رد يكون الرجوع إلى شيء سابق، مثلا تقول مثلا رددت ديني إلى فلان، معناها رجع إلى صاحبه، أو ذهب فلان إلى المكان الفلاني ثم رد، يعني رجع من حيث
أتى، هذا معنى. معنى آخر رد، لا يكون في شيء مثلا الرجوع إلى شيء سابق انطلق منه الإنسان، لا، معنى صير، يعني كما تقول لشخص ما، والله هذا القرار مردود إليك أنت الذي تقرر وأنت الذي تفصل، لأن شيء يخصك مردود إليك ولم يرجع إلى شيء آخر، لا، يعني سيرورته إليك أو سائر إليك، ليس بمعنى الرجوع. بهذا المعنى يردون إلى أشد العذاب، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أن يوم القيامة يصيرون إلى أشد العذاب، ليس معنى ذلك أنه أشد من الدنيا، عذاب الدنيا انتهى، ويصيرون إلى عذاب شديد، ليس بمعنى أن هناك العذاب بالنسبة لهذا المعنى، لا يكون المعنى أن عذاب الدنيا كان شديدا، لا، يصيرون والصيرورة تكون لشيء جديد، لكن بالمعنى الآخر للرد، أن الرد لابد يكون لشيء سبق، أنت كنت في مكان من مكان ثم رددت منه، إذا رجعت إلى مكانك الذي انطلقت منه، على هذا يكون أشد العذاب، يعني كان عذاب الدنيا شديدا أيضا، لكن عذاب الآخرة كان أشد منه، بمعنى الرد بمعنى الرجوع إلى ما، إلى الشيء الذي سبق انطلاقك منه. فهمنا إذن الفرق بين المعنوين. على المعنى الثاني يردون إلى أشد العذاب، معنى ذلك أن العذاب والخزي في الدنيا كان شديدا، لأن الرد كان لشيء قد سبق وهو الشدة، لكن في يوم القيامة كان عذابهم أشد. إذن بهذا المعنى هذا تكون الشدة في عذاب الدنيا والأشد في عذاب الآخرة، وفعلا بهذا المعنى حتى عذاب الدنيا كان شديدا، أن يجد الإنسان من أرضه التي نشأ فيها وتربى فيها من جلوده ثم يخرج لك بين ليلة وضحاها، هكذا لا شك هذا ذلك الشديد، أو يقتل وتسبى النساء والدلالي، لا شك أن العذاب الذي تلقوه في الدنيا كان أيضا شديدا، شديد من حيث الناحية البدنية، تركوا حصونهم وأراضيهم وأمالهم، وأيضا من الناحية النفسية إنسان يترك بلده التي نشأ فيها ووطنه، لا شك أن سيكون ثقيلا عليهم وشديدا، وربما يكون هذا هو المعنى هو الأولى، أشد بمعنى أفعل التفضيل، شدة في عذاب الدنيا وشدة أيضا في عذاب، والأشد في عذاب الآخرة. الجمهور قرأوا يردون بالياء وهو بأسلوب الغائب، مراعاة لأسلوب الغائب من يفعل، يفعل هو ويردونهم، إذن غائب بغائب. في غير العشرة قالوا الحسن وابن هرمز قرأ تردون بالخطاب، إذن يردون يناسب من يفعل، يعني غائب يناسب غائبا، تردون للخطاب يناسب منكم، وما يفعل ذلك منكم، لكن قراءة الجمهور وقراءتنا يردون، ويوم القيامة يردون.
يردون إلى أشد العذاب، ليس عذابا عاديا، أشد العذاب، أفعل تفضيل. هذه الشدة فسرها بعضهم بعدم الانقطاع، قالوا أن هذا العذاب لا ينقطع، وبعضهم قال يعني لا تخف حدته، لا تقل، لا يفعل يعني، هو قال أشد العذاب هو شديد، والشدة تحصل بكلا الاعتبارين. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. قرئ يعملون بالياء، قرأ نافع وابن كثير وشعبة عن عاصم ويعقوب وخلف، نافع وابن كثير وشعبة عن عاصم هذا من السبعة، ويعقوب وخلف من العشرة، قرأوا يعملون بالغيبة، والباقي قرأوا تعملون على الخطاب، وما الله بغافل عما يعملون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.